اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعي منبر واصل في حلقه جديده بنتناول من خلالها موضوع اشكالي يتعلق بتاريخيه النص الديني، تلك المقوله التي ازدهرت في كتابات العديد من الكتاب العرب الحداثيين، وهي مقوله بتثير الكثير من الجدل الى حد يصل معه البعض بشان توصيفها إلى أنها تمثل هدماً للدين من الأساس. فما هي التاريخية؟ وكيف يراها أولئك الكتاب والمفكرين؟ وكيف يمكن للمسلم تلقي مثل تلك المقولات؟ هذا هو ما نحاول التفصيل فيه في هذه الحلقة من خلال تناول كتاب إشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي للدكتور مرزوق العمري، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة باتنا بالجزائر. بداية وفي معرض تفسير مفهوم التاريخية، بيشير المؤلف إلى أن التاريخية تعتبر من أهم مضامين الخطاب الحداثي، ومحاولات تأسيس هذه الحداثة أو هذا الخطاب يعتبر من أهم أهدافها فكرة التاريخية. التاريخية هي نزعة يرى أصحابها نسبية القوانين الاجتماعية والحكم بوضعيتها، وتعرف بأنها مذهب يقرر نسبية هذه القوانين واتصافها بما يوصف أو يتردد في مثل هذه الكتابات بالزمكانية، أي الجمع بين الزمان والمكان، وأن القوانين من نتاج العقل الجمعي وتسحب ذلك على الأديان أيضا. فهي تحكم، التاريخية تحكم بعدم شمولية القوانين المختلفة وحتى الأحكام الشرعية، فترتب على ذلك القول بتاريخية النص الديني، وهنا مكمن الخطورة لدى المعارضين لهذا المفهوم أو هذه الفكرة، أي أن النص الديني نسبي فيما تضمن من أحكام، ونسبي فيما أرسى من تصورات ومسائل عقدية، ونسبي فيما حس عليه من أداب وأخلاق، وبالتالي هو صالح لبيئته الاجتماعية لا غير. ونتج عن ذلك النداء بالعلمانية في مجال السياسة والحكم كأهم رؤية قريبة تشكلت عن مقدمات سابقة. أدى ذلك كما يرى المؤلف إلى حدوث شرخ كبير في الفكر الإسلامي، ساعد الخطاب الحداثي وبعض القراءات التراثية في اتساعه إلى حد بعيد، لدرجة الانفصال عن النص الديني ورفضه كمرجعية أساسية لمختلف انشغالات الحياة المسلمة، مبررين ده بأنه نتيجة طبيعية لما يوصف بأنه قراءة إبستمولوجية لهذا النص أو النص الديني. على هذا الأساس بيبدأ المؤلف في مناقشة مفهوم التاريخية ومناقشة مقولات أهم رموزه، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه، اتجاه القول بالتاريخية، يمثله بالأساس محمد أركون ونصر أبو زيد ومحمد عابد الجابري وحسن حنفي، حيث كان تعامل الأول والثاني مع نص الوحي اللي هو القرآن وثم السنة، فيما تعامل الثالث والرابع اللي هم الجابري وحسن حنفي مع النص التراثي. وبيقدم المؤلف قراءة لآليات كل نموذج من هذه النماذج، ومدى إسهام هذه القراءات في تأسيس القول بتاريخية النص الديني في الإطار الثقافي العربي، وبيوضح أن كتاباتهم بتبين أنهم أروا النص الديني من خارج وبأدوات ومناهج غربية أو غريبة عنه، هي مناهج زي ما بيقول يمكن قد يكون ذلك صعب أو بعيد عن القارئ الغير المتخصص، ولكنها رواد هذه المناهج في الغرب باشلار
وفوكو وجاك دوريدا وغيرهم من مفكري الغرب وفلاسفته اللي تميزوا بأبحاثهم في هذا الميدان، خاصة بعد تأسيس المدرسة البنيوية اللي كان لها منهجها الخاصة في دراسة النصوص الدينية وغير الدينية، وبعد تأسيس فلسفة العلوم اللي كانت المناهج الإبستيمولوجية أهم مسالكها، لأنها في زعم أصحابها السبيل الأمثل لتجاوز العقل الميتافيزيقي والعقل اللاهوتي ولإرساء قواعد التفكير الواضح. من هذا التناول بينقلنا المؤلف إلى تحديد منطق التاريخي، بيشير إلى مقتدى تاريخية النص، هو التأكيد على أن النص لا يعد أن يكون وضعا بشريا يناسب المرحلة أو مرحلة الطفولة العقلية للإنسان، أو إنه نتاج ثقافي أفرزته أوضاع اجتماعية وثقافية معينة غير الأوضاع الراهنة، مبررين ده بأن العقل البشري وصل لمستوى متقدم جدا من الوضعية اللي تجاوز بها العقل الصيغة اللاهوتية اللي هي صيغة العقل الديني اللي مرجعيته النص الذي يقال بأنه يغوص في التاريخ. خطورة الدعوة دي كما يقول المؤلف ويؤكد في ثنايا كتابه إنها دعوة إلى الانفصال عن النص وتتصادم مع الدين، بمعنى آخر أنها دعوة إلى أن يكون النص الديني في حال الإسلام وهو القرآن نص غير قائم بالشكل الذي يسعى المسلم إلى أن يكون عليه في حياته المعاصرة الآن، حيث إن القول بتاريخية النص بيلقي تأثيره في محاولات تأويله واللي بتسعى لربط النص بسبب نزوله. وهنا بيشير إلى أنه جانب قد يكون فني أو قد يكون صعب الدلالة، اعتبار السبب علة ومش مناسبة، وأنه لما كانت الأحكام أحكام النصوص أو أحكام القرآن تحديدا تدور مع العلل وجودا وعدما، إذا غابت العلة غابت وظيفة النص لغياب علتها تلك. وعلى أساس هذه الفكرة يقرر أصحاب النظرة القائمة على تاريخية النص أن أحكام القرآن المختلفة ليست مطلقة وإنما نسبية، بمعنى أنها يجب أن يتم تطبيقها في زمنها وأنها ليست بالضرورة واجبة التطبيق في الأزمنة المغيرة أو الأزمنة اللاحقة. من سياق تناوله على مدى فصول الكتاب المختلفة بيخلص الباحث إلى أن تاريخية النص الديني الإسلامي بتمثل إحدى التحديات اللي بتجابه العقيدة الإسلامية والعقل المسلم بالنظر إلى مصدرية التاريخية. مصدرية التاريخية هنا هي الحداثة الغربية، وبالنظر إلى إجرائيات التاريخية وهي اللي هي آلية الانفصال عن النص الديني، وبالنظر إليها كمذهب يعمل على مناهضة الفكر الديني، ليس الفكر الديني فقط وإنما يعمل على مناهضة الدين ذاته. في معرض التوضيح بيقول المؤلف كيف لا، وهي تركز على الأنسنة بدل الألوهية، على العقل بدل الوحي، على الدنيا بدل الآخرة، تماشيا مع طبيعة موضوعها اللي هو الإنجازات البشرية وليس الحقائق التاريخية. بينتهي مرزوق العمري إلى أن التاريخية مقولة غربية مستحدثة تأسست في خضم الصراع ما بين الفكر الديني والفكر الوضعي، وده بيفند الخطاب الحداثي في الوضع الراهن اللي اعتبرها، لأنه من خصائص النص الإسلامي، وهو هنا يشير إلى بعض المفكري الحداثة اللي بيقولوا إن التاريخية من خصائص النص الإسلامي وإنه علماء الإسلام قالوا بيها وإن كانت وردت بغير هذا الاسم، وإنه هم اللي مارسوا سلطتهم فعملوا على إبعادها من ساحة المفكر فيه إلى اللا مفكر فيه. في معرض أسباب رفض المفهوم وليه هو يرى أنه مفهوم غير صالح للبيئة الإسلامية، بيقول المؤلف إلى أنه بيعكس معقولة علمانية، وهو من المفاهيم الإجرائية
اللي بيوظفها الخطاب العلماني في قراءته للنص الديني وتوظيفها بالكيفية دي بينم عن تحول نمط صراع بين الفكر الديني والفكر الوضعي في الماضي، خاصة خلال نهاية القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، حيث كانت التحديات اللي بترد على النص الديني على مستوى العقيدة، لكن هذه الأخيرة تحولت وسارت في صف الدين اللي هي العلوم الطبيعية، وأصبحت الألوهية تتجلى في عصر العلم. وعلى هذا الأساس كان البحث عن فضاء آخر يجدد على مستوى الصراع مع الدين، فوجد علوم القرآن اللي جعل منها بحثه ومدخل جديد لنقد التصور الإسلامي. وهنا بيؤكد المؤلف على الدعوة للاهتمام بهذا التخصص من العلوم الإسلامية اللي جعل منه الخطاب الحداثي منفذ للقول بتاريخية النص الديني. بيرى المؤلف أن الخطاب الحداثي العربي المعاصر في تعاطيه مع النص الديني كان متعسفا متحاملا إلى أبعد الحدود، بمعنى آخر لم يكن واعي بحقوق هذا النص في قراءته له بغير آليته، باعتبار أن آليات القراءة آليات غربية وليست آليات إسلامية، وهذه الآليات كما يرى آليات غريبة عن هذا النص كل الغرابة. بل الغريب بقى إنه بعض هذه الآليات رفض حتى في الإطار الثقافي الغربي الذي نشأت فيه هذه الآليات. وبيقول هنا بيقدم نموذج أو مثال فكرة أو مقولة موت الكاتب وإخضاعه لغير مناهج. وده بيأكد لنا إن الخطاب الحداثي في قرايته للنص الديني ما كانش بينجز قراءة إبداعية بقدر ما كان ينجز أو بيقلد منجزات القراءة الغربية حوالين نص الكتاب المقدس، والعمل على سحبها من سياقها الغربي حيث نقد الكتاب المقدس في الغرب إلى النص الديني الإسلامي وهو القرآن. وهنا نجد هذا الخطاب الملحوظة بقى اللي بيقولها العمري على هذا على الخطاب الحداثي العربي، بيقول إن الخطاب ده أنكر على المسلمين التقليد، واعتبر بهذا التقليد من تجليات الأيديولوجيا والدوغمائية، إلا إنه هو نفسه راح يقلد غير المسلمين. وفي نفس الوقت اللي هذا الخطاب الحداثي العربي عاب فيه على الخطاب الديني إنه كرس المقدس، هو نفسه جعل من الحداثة الغربية شيء مقدس بامتياز، مما يدل حسبه على إن مشكلة هذا الخطاب ليست مع الفهم الإسلامي وإنما مع الإسلام نفسه. بيحاول العمري بعد كده إنه يعزز نقده للخطاب الحداثي العربي بالإشارة إلى أنه وقع في تناقضات، منها مثلا إثبات الوجود الميتافيزيقي للنص الديني وإنكاره مرة أخرى. ونحن هنا في إطار الرؤية الإجمالية نعتذر عن عدم التفصيل على نحو قد يصعب الأمر على القارئ، لكن مساحة الوقت لا تسمح بالإشارات لتوضيح الأمثلة أو النماذج التي يشير إليها المؤلف. أيضا يشير إلى أنه هذا الخطاب يشيد بالمناهج الحديثة مرة ويعترف بعجزها مرة أخرى، فضلا عن أن هذه الرؤية كما يقول تتصادم مع الكثير من الخصائص الذاتية للنص، زي ألوهية النص وزي كونه محفوظ من قبل الله عز وجل ومثل كونه نصا معجزا وغيرها من الخصائص. والأمر نفسه بالنسبة للنص التراثي حيث تصادمت معه الرؤية أو رؤية الخطاب الحداثي العربي من جهة كونه نص تأسس لخدمة نص الوحي ويمثل وظيفته الحضارية اللي أداها على امتداد التاريخ الإسلامي. وعلى ذلك فإن القول بتاريخية النص الدين من وجهة نظر الكاتب
كان له تداعيات سلبية على مستوى الفكر الإسلامي خاصة، وأن دعاتها بيقدموا أنفسهم على أنهم من المفكرين الإسلاميين، لأن إدخال التاريخية ساحة الفكر الإسلامي كان بناء على عدة أمور كلها كما يرى المؤلف معاول هدم، مثل زحزحة القناعات كما وجدنا ذلك مع أحد النماذج اللي تناولها المؤلف، وما يترتب عليه من تشكيك في الأصول والفروع، ومن اعتبار عدم وجود حقائق ثابتة، وده كما يفسد عقيدة المسلم ودينه، بيبدد هويته أيضا، وبيخسر بده بعده الحضاري، ويصبح وجوده امتداد لهذا الفكر اللي أنتجته الحداثة الغربية، زي الدعوة للقطيعة مع النص الديني باسم تجاوز الأيديولوجيا. هذه القراءات بتكرس عدة أمور، مثل الحكم على النص القرآني بأنه لا يتجاوز عهد النبوة كمرجعية، ومثل إنكار حجية السنة واعتبارها مواقف دنيوية كانت للنبي عليه الصلاة والسلام كبشر بعيدة عن الوحي وما تلاه من هدم للتشريع، وزي الحكم على علوم المسلمين اللي أسست لخدمة نص الوحي بأنها معارف ميتة. ولا شك أن هذه الأحكام إذا اجتمعت كان القضاء على الإسلام في راهن الأمة ومستقبلها، بل وإلغاء ماضيها أيضا. من المؤاخذ اللي بيذكر المؤلف إنها بترد على مفهوم التاريخية تصادمها كما أشرنا مع مفهوم الألوهية من خلال الدعوة للأنسنة، وفي باب النبوة اعتبرت النبوة وظيفة بشرية دنيوية، أو هي نمط من أنماط الزعامات البشرية اللي عرفها التاريخ القديم ولا تحمل أي معنى آخر، كما عملت التاريخية أيضا على إبعاد مبحث السمعيات على أساس أنها أمور ميتافيزيقية لا تخضع للتحقيق التاريخي، وعلى هذا صارت كما يقول العمري موقفا إلحاديا يخالف العقيدة الإسلامية رأسا. ولقد تبلور ده كله في الإجابة على سؤال النهضة، حيث طرحت مسألة المرجعية الإسلامية التي هي النصوص ونصوص الوحي بالدرجة الأولى على مائدة النقاش، وعلى هذا الأساس أرجع الخطاب الحداثي تخلف المسلمين إلى هذه المرجعية، ولذلك قال بتاريخيتها، وأكد على ضرورة البحث عن مرجعية بديلة بعد، طالما أن هي سبب في تخلف المسلمين فنشوف مرجعية بديلة. هذه المرجعية البديلة هي المرجعية العلمانية في صورتها الغربية، وده ما يعتبره الباحث تخليط واضح أو خلط، لأن المرجعية الإسلامية في نظره إذا كانوا يقولون بأنها سبب التخلف المسلمين، فهو يرى أن المرجعية الإسلامية غير متحققة أصلا، وأن الدولة الإسلامية غير قائمة، لأنه الموجود على أرض الواقع هو أنظمة علمانية، بل أنه بيشير إلى أن التاريخ بيؤكد أن تراجع المسلمين كان بسبب انفصالهم عن مرجعيتهم اللي جعلت منهم في الماضي العالم الأول. وده بيخلي المؤلف يخلص في نهاية كتابه إلى نتيجة نهائية، إلى أن التاريخية ليست الأداة المثلى لتقويم الراهن على حد زعم الخطاب الحداثي. هذه في النهاية قراءة يمكن أو ليس يمكن، وإنما هي من المؤكد، هي قراءة إسلامية لمفهوم التاريخي، وهي قراءة في حدود ما عرضنا لها، قراءة لها وجاهتها. ولكن كيف يقرأ التاريخانيون المسألة؟ هذا ما سوف نعرض له في حلقة مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا.